الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال خبراء اقتصاديون أن العراق سجل العام الماضي إيرادات نفطية تجاوزت 96 تريليون دينار، بينما شكل العجز الحقيقي في الموازنة أكثر من 9 تريليونات دينار عراقي. وأوضح الخبراء أن الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 12.5 تريليون دينار بنسبة تصل إلى 11% من الإيرادات، فيما بلغت نسبة النفقات التشغيلية من الموازنة للعام ذاته 87%، محذرين من عدم تطوير مصادر تمويل أخرى وعدم ترك العراق رهين تذبذب أسعار النفط عالمياً. أقرت وزارة النقل في العراق بأن التخصيصات المرصودة لإنشاء ميناء الفاو الكبير تكفي لغاية أيلول المقبل. وقال مدير الشركة العامة للموانئ فرحان الفرطوسي إن وزارة النقل تعمل على فصل التخصيصات المالية لميناء الفاو الكبير عن تخصيصاتها في موازنة عام 2022 لضمان اهتمام أكبر بهذا المشروع المهم من قبل الحكومة. وأشار الفرطوسي إلى وجود فرق في أسعار صرف العملة لأن الموازنة بالدينار والعقد المبرم لتنفيذ مشاريع الميناء تم بالدولار، إذ تجري معالجة الفرق الكبير في المبالغ بعد تغيير سعر الصرف من خلال إعادة حساب التكاليف بغية تأمينها خلال الموازنات اللاحقة. قررت وزارة المالية والاقتصاد في فلسطين إعفاء مادة الطحين من ضريبة القيمة المضافة لدعم سلة المستهلك الغذائية. وقال مسؤولون في السلطة أن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أنفقت على إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى 0% لمدة 3 أشهر اعتبارا من بداية آذار الجاري وحتى نهاية آيار المقبل. كما قررت إعفاء جميع المخابز في فلسطين من ضريبة القيمة المضافة عن المدة نفسها. أما في لبنان، قرر لبنان منع تصدير لائحة طويلة من السلع الغذائية المصنعة على أراضيه، وذلك في إطار محاولات من جانب السلطات لاحتواء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأمن الغذائي للبنانيين في أكثر أوضاعهم المعيشية تردياً. وكانت الحكومة اللبنانية قررت في 4 آذار التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وشكلت الحكومة لجنة خاصة للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الإمدادات من القمح. واصلت أسعار النفط انخفاضها بنحو 4 دولارات للبرميل الواحد خلال الأسبوع الماضي بعد تصريحات أمريكية رجحت استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات بنسبة تصل إلى 2.15% إلى 110 دولارات و25 سنتا للبرميل الواحد، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.45% لتسجل 106 دولارات و65 سنتا للبرميل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.